السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي في قناة كوابا لاتيش هوات، معكم لطيفة الرحماني. اليوم سأقدم لكم مملح بخبز التورتيل، خبز الشاورما بحشوة جد لذيذة وسهلة، والمقادير كالتالي: بسم الله على بركة الله. سنحتاج إلى خبز الشاورما، 4 حبات بيض مسلوقين ومحكوكين، علبة من الذرة، 250 غرام من سمك السوري مقطع، 3 معالق كبيرة من الزيتون الأسود مقطع، 2 علب من الثوم بصلصة الطماطم، 2 معالق كبيرة من القزبر والبقدونس، قليل كل من الملح والهريسة والفلفل الأسود والمايونيز لدهن الخبز، 3 فصوص من الثوم، 2 حبات من البصل مشلضة. وسنمر إلى طريقة التحضير. في مقلاة نضع كل من البصل، الزيت، الثوم، الملح، الفلفل الأسود مع التحريك حتى تدبل البصل، تترك جانبا. في إناء آخر نضع جميع المكونات ونضيف إليها البصل كما تلاحظون بالصور، يخلط الكل جيدا. ونمر إلى تقطيع الخبز إلى نصفين، يدهن بصلصة المايونيز دهنة خفيفة، ونلفه كما هو موضح بالصور لإعطائه شكل مثلث، يحشى بالحشوة ويوضع في آلة البانيني ليتحمر، الكل موضح بالصور. أتمنى أن تنال الوصفة إعجابكم وأن تجربوها. لا تنسوا تتبع القناة والاشتراك بتفعيل الجرس. ستجدون في صندوق الوصف رابط خبز الشاورما، رابط الموقع، ورابط صفحة الفيسبوك. أشكر متابعتكم لي، والسلام عليكم ورحمة الله.